أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إطلاق 40 دليلاً إرشادياً بمختلف الأمراض. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية. وخلال كلمته أكد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية ودعمها القوي لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجال الصحة وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين.